على طول مش على طول. ادي الكرة العرضية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة. الله 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 الله. عملها المقبالي، عملها المقبالي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ليتقدم للعماني 1-0. تمريرة قطرية طولية، تمريرة حريرية، والمقبالي يتقدم بأول أهداف اللقاء ويضع المنتخب العماني في الدور نصف النهائي حتى اللحظة. 1-0 للعماني. حي العماني حيوه، حي العماني حيوه. صعب 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 بمهاراتهم تقدروا تمسكوه. المنتخب العماني بهروب جميل وعمق هجومي ممتاز جدا جدا من عبد العزيز المقبالي يتقدم بأول أهداف اللقاء. 1-0 للأحمر العماني. عمان إلى الدور نصف النهائي. كالرمال المتحركة، أصبح كالرمال المتحركة تبتلع مدافعيه فقط، ومهاجمي عمان يصولون ويقولون نفسهم تاني في جون. 1-0 للعماني، ليس فقط بل يبحث عن التاني. ضغط عماني جميل، تاني العرضية الخطيرة. لا 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 لا. إنه العماني، إنه العماني يصرخ من تاني، لقد عاد زماني. نعم العماني، حي العماني حيوه، حي العماني حيوه. والله صعب 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 تكسبوه. العماني 2-0 في لحظة، في لحظة من بعد انذار تاني لمساعد ندى، حالة من التوتر وعدم التركيز. كرة عرضية أرضية ومتابعة مثالية. 2-0 لعمان. الله 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 البديل. الله الله على الشلهوب، الشلهوب الشلهوب الشلهوب، انه شلهوب الكرة العمانية. وكان جابر العويس اللي ما بيلعبش النهاردة 29 سنة، لكن غير كده عناصر الشباب والحيوية موجودة في نص الملعب والهجوم. ادي الكرة العرضية تاني. لا 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 لا. ثلاثية تاريخية من جديد، يعود التاريخ ويصدق على ان الفوز بالثلاثة مكانه الرياض لعمان على حساب الكويت. حيوه حيوه حيوه، حي العماني حيوه. قلت لكم صعب تكسبوه. بالثلاثة ودارت الايام وفازت عمان من جديد على الكويت بالثلاثة. الانتصار الوحيد كان في خليجي 15 في 2002 من القرن الحديث، فازت العمان بالثلاثة. لهان الضابط احرز الهاتريك هذه المرة بالثلاثة بتفوق كبير، وكرة عرضية من المتخصص سعد سويل، ونجح تماما الشلهوب، الشلهوب الموهوب، البديل الاضطراري، البديل الذهبي في ان يحرز هدفين. حبيبي يا نور العين، يا بختك سجلت في الازرق هدفين. الكويت 3-0، صدق او لا تصدق. تحضير وتصويب، والقائم القائم القائم صديقي القاء فرسي عاملين مباراة كبيرة، بل كل عمان عاملة ماتش كويس. تاني على طول اقصى اليسار علي سليمان البوسعيدي الباك الشمال، ودخول لمحمد المسلمي في العمق. تاني الباص الامامي، فرصة الرابع فرصة الرابع فرصة الرابع فرصة الرابع فرصة الرابع. لا 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 لا، رباعية رباعية رباعية. حي العماني حيو، قلت لكم صعب تكسبوه. العماني بالأربعة. صدق نعم نعم نعم، يصدق يصدق بالأربعة. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، وبأحرف من ذهب. ودارت الأيام وعمان تكسب الكويت بالأربعة. أربعة مقنعة، أربعة أهداف، حالة من الانهيار. من هنا كانت البداية. بص شوف علي الحبس بيعمل ايه، وخروج حميد حارس المرمى ابدا ما عملش اللي عليه. ثم في النهاية المقبالي يسجل ثنائية. حبيبي برضو يا نور العين. لا 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 لا، هاتريك، انه هاتريك الشلهوب، الشلهوب الشلهوب العماني يسجل هاتريك. مفاجأة، شبيك لبيك الشلهوب يا لوجوين بين ايديك. الشلهوب كان حبيس دكة. لما يكون عنده لعيبة تلعب في كذا مكان زي فوزي بشير مثلا، كان يلعب على الدايرة ويمين وشمال، واحمد حديد يدير، وضربة راس والخامس. لا 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 لا، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. العماني يسجل بالخمسة في مرمى المنتخب الكويتي، هدف خامس وضربة راس صعبة على كل الحراس. يتقدم العماني بخامس الأهداف. فريق تقدم ولم يخاف، يسجل للتاريخ. خماسية للعماني، حي العماني حيوه. سجل خمسة، صعب صعب تكسبوه.
بص شوف المنتخب العماني يقدم مباراة تاريخية وزلزال بمقياس 5 ريختر، يدك حصون مرمى ومنطقة جزاء المنتخب الكويتي، وضربة راس في منتهى السهولة والبساطة والانسيابية، وكرة قدم تقدمها عمان حقيقية. سجل يا تاريخ، عمان تفوز على الكويت بالخمسة.